احنا ما جبناش واحد في يوم واحد في يوم تاني. احنا كنت حريص مع اللجنة لما بتنظم، قلت الاثنين يجوا في نفس اليوم عشان الاثنين يبقوا عارفين احنا بنقول ايه واحنا بنعمل ايه. ما حدش يفكر انه مع الحملة دي ادينا وقت اكتر، ادينا مساحة اكتر، ادينا فرصة اكتر، او ادينا ايحاءات او ايماءات بنوع او بنوع اخر. احنا حبينا انه يتعمل يوم واحد نفس التوقيت ونفس القدر، يترك للاثنين بكل حرية. عبد الفتاح السيسي انسان مصري بسيط جدا، واحد كان بيحب شغله وبيحب بلده. كلنا في وقت من الاوقات كنا خايفين ونحاسب الاخوان، لكن الحمد لله هو انحاز برد الشعب وانحاز الشعب المصري، وقف معانا يوم 30/6، وقف معانا في 3/7، وبناء على كده الشعب المصري طلب ان عبد الفتاح السيسي يترشح لانتخابات الرئاسه. وبالفعل نزل عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسه. في كلام كتير بيتقال ان عبد الفتاح السيسي ما عندوش برنامج. الكلام ده غير مقبول، لان في برنامج ان عبد الفتاح السيسي وبرنامج قوي وبرنامج هينفذ على ارض الواقع. برنامج عبد الفتاح السيسي برنامج عملي. عبد الفتاح السيسي لما انا هقوم الساعه 6 الصبح احنا عايزين نبني مصر. احنا بدانا مع الهند وبدانا مع ماليزيا وبدانا مع اليابان. بلاد كلها سمعتنا. لما باذن الله بينا مش بحد تاني وبعد الفتاح السيسي وبربنا قبل كل شيء، مصر هتنهض، مصر هتبقى فعلا هي قلب العروبه وهي الرائده في العالم العربي والعالم. يلاقوه في اي وقت الشعب يقدروا يشوفوه، في اي وقت الشعب يقدروا يلاقوه في وسطهم واحد عادي زيه زيهم. اتكلم الجزء الثاني اللي هدخل فيه اللي هو الجزء الخاص بالبرنامج الانتخابي للسيد حمدين صباحي. واحنا لما نشدد على ضروره وجود برنامج انتخابي لاي مرشح ايا كان في اي استحقاق ديمقراطي، لان البرنامج الانتخابي ما هو الا عباره عن عقد بنمضيه بين المرشح وبين الشعب. الامن بتواجه انهيار تام في الوضع الاقتصادي، بتواجه انهيار تام في مصادر الطاقه، بتواجه انهيار تام في الموارد، بتواجه انتشار للبطاله، بتواجه لمشكلات كبيره في تشغيل الشباب، بتواجه في انعدام الموارد، بتواجه انهيار للصحة، بتواجه تلوث للغذاء والمية، بتواجه انهيار للتعليم. النقط دي اتحطت في الاعتبار وقت ما كان بيتحط برنامج لحمدين صباحي ان هو بيخرج برنامج واقعي